أشاد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة بالأدوار الوطنية والمآثر البطولية التي يسطرها أبناء قبيلة صرواح، إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية في مواجهة العدوان ومرتزقته والصمود الأسطوري لأبناء المديرية رغم الزحفات والإسناد الجوي والتدمير البشري والحجر، إلا كل ذلك فشل في كسر إرادة أبناء القبيلة والنيل من صمودهم. وأكد لبوزة خلال لقائه الشيخ صالح بن سودة عيمان أحد كبار مشايخ قبيلة جهم بمديرية صرواح وعضو لجنة التهدئة في مأرب أن الشيخ عيمان هامة وطنية ومثالا للوطنية الحرة الذي لم يفرط بوطنه وشعبه وظل متمسكا بمبادئه وقناعاته رغم كل الإغراءات وحملة الاستهداف التي نالته من تدمير لكل منازله ومزارعه وسياراته وممتلكاته، إلا أنه ظل صامدا شامخا صمود الجبال الرواسي ومرغ أنف المعتدين بالتراب. فيما أكد الشيخ تعيمان أن صرواح وكما كانت الصخرة الصلبة التي تحطمت عليها كل مخططات العدوان ومرتزقته وكل مشاريعهم ومراهناتهم فإنها ستكون بوابة النصر لاستعادة السيادة وتطهير كامل التراب الوطني. أكد أعضاء مجلس النواب على ضرورة تحصيل وتوريد المال العام إلى خزينة الدولة وأهمية الإنفاق منه بالاستناد إلى القوانين النافذة ذات الصلة. وأشار نواب الشعب في جلسة مغلقة برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي بحضور عدد من الوزراء إلى معاناة المواطنين جراء ارتفاع الأسعار وتأخر صرف المرتبات وضعف النشاط الرقابي على تحصيل الضرائب وموارد المجالس المحلية والواجبات الزكوية وما يتم تحصيله من المنافذ. وشددت ملاحظات النواب على أهمية إعداد الميزانية العامة للدولة وفقا لأسس إعدادها وضرورة تحمل الجميع للمسؤولية الوطنية. وخلصت النقاشات إلى تكليف اللجنة المالية وعدد من الأعضاء للجلوس مع وزير المالية والمختصين لدراسة الوضع المالي بشكل عام واقتراح المعالجات المناسبة وتقديم نتائج ما يتوصل إليه الاجتماع إلى المجلس في جلسة أخرى. وكان وزير المالية قدم لأعضاء المجلس صورة موجزة عن الوضع المالي الراهن ودور وزارة المالية في مجال تحصيل الإيرادات والنفقات بصورة عامة.